نقف الآن على طريق الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة وميناء المخا بعد معارك استمرت لأكثر من 48 ساعة حتى الآن. الجيش الوطني يستطيع التقدم نسبيا إلى عدد من المباني المطلة على أهم نقطة عسكرية في الغرب تعز وهي نقطة الهنجر. استطاع الجيش الوطني السيطرة على هذه المباني أيضا على الملعب الرياضي وعدد من المباني المتقدمة أيضا في الجهة الأخرى من المناطق أو من الجبهة الغربية لمدينة تعز. الجيش الوطني استطاع الوصول لا تقفش مقابلة منطقة مدرات. لا زال القناصة يستطيعون أو هناك إطلاق نار مكثف من قبل قناصة ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح على هذا الطريق استمرارا من هذه المنطقة حتى منطقة الهنجر أيضا. هذه المباني التي تظهر الآن أمامنا في الصورة هي مناطق المعارك وهي مناطق مواجهات مناطق شلغام. طبعا هذه المنطقة بالكامل هي منطقة مدرات ولا زالت المعارك مستمرة إلى منتصف منطقة مدرات. استطاع الجيش الوطني السيطرة على هذه المنطقة بالكامل وصولا الى اعلى تله في منطقه مدرات او منتصف منطقه مدرات. لا زالت مع ميليشيا الحوثي وصالح وهي التله المرتفعه التي تظهر الان. هذاك مصانع في الصوره مصانع الصمر صمركم انه المصانع وهذه التي تظهر في الصوره الان ايضا المصانع الموجوده في المناطق الغربيه من تعز. طبعا اجري كما قلنا أكد قائد رئيس عملية اللواء 17 وقائد الجبهة الغربية أن الجيش الوطني أصبح الآن يسيطر على أقرب نقطة لمفرق الشرعب أيضا مفرق شارع الثلاثين أو مدخل شارع الثلاثين على الجهة الشمالية أصبح تحت السيطرة النارية للجيش الوطني. المعارك مستمرة في هذه المناطق حتى اللحظة. لا زال قناصة ميليشيا الحوثي صالح يتمركزون في وسط منطقة مدرات. كما قلنا هذا الطريق الآن حتى نقطة الهنجر أصبح بأيدي الجيش الوطني والمقاومة، لكن لا زال القناصة يستطيعون إطلاق النار على أي شخص يمر من مناطق تمركزهم حتى في مناطق قريبة من شارع الستين. كما هذا الطقم أو سيارة آلية عسكرية تابعة للمقاومة تخرج الآن من هذه الشوارع لكن مسرعة بسبب القناصة بشكل كبير. أيضا يهيمن الجيش الوطني على مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي صالح كونه يسيطر على هذه التلال وهي تلال منطقة وادي حنش وتلال منطقة مدرات وجبل هان. هذه التلال يسيطر عليها الجيش الوطني وبالتالي كل المنطقة أصبحت تحت السيطرة النارية. مشاهدي الكرام أجرينا تشاهدون بعد قليل على شاشة الجزيرة مباشر لقاء مع قائد الجبهة الغربية وفيه أكثر مزيد من التفاصيل.